الخلق برهانا وآيات تقول الله أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله أشاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى فأبصر فيه إعجازا وقفت إزاه مذهولا أشاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى فأبصر فيه إعجازا وقفت إزاه مذهولا يصلي الفكر إمعانا ويشهد ذاك صنع الله فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين وهذا الخلق خلق الله قرية تدعى إيلة تسكن حاضرة البحر في أرض الشام حرم الله عز وجل عليهم في التوراة أن يصيدوا الحوت في يوم السبت وابتلاهم مولاهم سبحانه وتعالى في يوم سبتهم تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فاحتالوا على أمر الله تبارك وتعالى حفروا الأخاديد ووضعوا الشباك في يوم الجمعة فجاءت السمك في يوم الجمعة ودخلت وكذلك جاءت في يوم السبت ووقعت في الشباك والشراك واصطادوا ذلك في يوم الأحد احتالوا على ربهم عز وجل وانقسم الناس في هذا إلى ثلاثة أقسام قوم مارسوا المنكر وقوم صالحون مصلحون نهوا عن المنكر وقوم صالحون لم يمارسوا المنكر ولم ينهوا عن المنكر فماذا كان بعد هذا؟ غضب الله عز وجل على من فعلوا المنكر وسخط عليهم ثم ماذا؟ مسخهم سبحانه وتعالى قردة وخنازير وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم المؤمن يأتمر بأمر الله نهاه ينتهي أمره يمتثل أما التحايل على محرمات الله عز وجل فذاك أمر عظيم الله عز وجل لا تخفى عليه خافية الله عز وجل يطلع على الأنفس وما يحيكه الإنسان في ضميره وما يدور بخلده وما يحتال به من حيل أولئك الذين احتالوا فنصبوا شباكهم يوم جمعتهم وأخذوها يوم الأحد وقد صادوا صيد السبت لم يخفوا على الله عز وجل فعاقبهم وكان ذلك ديدنهم ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود نهوا عن شحومها فباعوها وأكلوا ثمنها قد يحتال الإنسان بحيلة لكن هذه الحيلة لا تبرئ ذمته أمام الله يقف النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه فيقول إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له على وفق ما أسمع فمن اقتطعت له من حق أخيه شيء فإنما أقتطع له قطعة من النار الحيلة لا تخرج الأمر عن أنه محرم عند الله عز وجل بل هذا تجرؤ على الله يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وهذا الخلق خلق الله القرود هي مجموعة من الحيوانات التي تنتمي إلى رتبة الرئيسيات
وتمتاز بتفوق في الذكاء على العديد من الحيوانات. يعيش القرد في الغابات والجبال، وهو كثير الحركة والعبث، يجيد التقليد، وهو ذكي وسريع الفهم. وتنقسم فصيلة القردة إلى أنواع عديدة، أشهرها الغوريلا، الشمبانزي، أرطان، بابون. كما يوجد حوالي 200 نوع معروف من القرود، حيث يعيش معظمها في المناطق المدارية في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا. تأكل غالبية القرود الأزهار والعشب والحشرات وأوراق الأشجار والبندق والجزر. ومن العجيب أن القرود التي تعيش فوق الأشجار ذات روابط اجتماعية أضعف من الروابط الاجتماعية الموجودة بين القرود التي تعيش على الأرض، حيث يعتقد العلماء أن ضعف الروابط الاجتماعية بين قرود الأشجار سببه الأمان الكبير الذي تهيئه لها الأشجار التي تعيش فوقها، فسبحان من علمها وألهمها وأفهمها. وهذا الخلق خلق الله، يقص الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه لنا قصة رجل ممن قبلنا، كان يبيع الخمر في قارب، وعل الخمر كان في زمانهم مباحا، وكان معه في القارب قرد، فكان يشوب الخمر بالماء، يعني يغش الخمر فيزيد عليه شيئا من الماء ليزيد الربح عندما يبيعه للناس. وفي يوم من الأيام يأتي ذلك القرد فيأخذ ذلك الكيس الذي كان يجمع فيه ذلك الرجل نقوده، ويصعد به إلى أعلى السفينة، ويفتح الكيس، ويبدأ ذلك القرد بإخراج الدنانير دينارا دينارا، فيعطي دينارا للرجل يرميه له في السفينة، ويأخذ دينار فيعطيه للبحر ويرمي فيه في البحر، فكأنما يقول له: هذا الخمر الذي شبته بالماء نقسم الربح بينك وبين البحر الذي زودك بالماء، دينار للبحر ودينار لك في السفينة. الله أكبر. دخل الحرام على الحلال ليكثره، فأخذ الحرام الحلال فبعثره. ما زاد عبد من مال حرام إلا كان عاقبة أمره إلى سفال، وكانت عاقبة أمره إلى ضلال. لماذا؟ الحرام ممحوق. صلى الله على نبينا محمد الذي كان يقول لنا: من غشنا فليس منا، والخداع والمكر في النار. ورضي الله عن أبي بكر رضي الله عنه الذي جاءه الغلام بطعام لا يدري من أين أتى، أكله على جوع، فقال له الغلام: عجبت منك يا أمير المؤمنين، كنت تسألني عن كل طعام آتيك به؟ فقال: إن الجوع أذهلني، من أين جئت به؟ قال: كنت أتكهن لناس في الجاهلية فنقدوني، فجئت بك به إليك الآن. فوضع أصبعه في فيه وأخرج ما في بطنه وقال: والله لو لم تخرج آخر لقمة إلا مع آخر نفس لأخرجتها، إني سمعت خليلي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به في يوم القيامة. وهذا الخلق خلق الله، صاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى، ويا سبحان من صور. برايا الله أبدعها، وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى. هذه القردة والخنازير الموجودة في زماننا هم امتداد لأولئك الذين مسخوا في بني إسرائيل بمعصيتهم لربهم سبحانه وتعالى وتحايلهم على أمره جل في عليائه؟ في الحقيقة هذا السؤال وقع في خلد الغليم المعلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، القردة والخنازير مما مسخ وهم في زماننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل لمسخ عقبا ولا نسلا.
وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، يعني القردة والخنازير في الحقيقة وجدوا قبل أولئك الذين مسخوا من بني إسرائيل. فميزان العدل عند الله لا يعاقب هؤلاء بجرم أولئك. أيعاقب الأبناء بجرم الآباء؟ أيحاسب إنسان بخطيئة آخر؟ حاشا أن يكون ذلك من رب العالمين، وهو الذي حرم الظلم على نفسه فقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هو عدل سبحانه وتعالى، لا تزر وازرة وزر أخرى، فقد يكون الأب فاسدا والابن صالحا، فالله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. تأمل، أبو جهل رأس من رؤوس الكفر، حارب النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه عكرمة ابن أبي جهل صحابي جليل، حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة، غسلته الملائكة بماء المزن بين السماء والأرض، وأبوه أبو عامر الفاسق الذي كان من المنافقين. والصور تتعدد وتتكرر، فالله عز وجل عدل لا يؤاخذ أحدا بجريمة آخر، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فسبحانه من إله كريم عادل. أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله، أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله، فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله. أشاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى، فأبصر فيه إعجازا وقفت إزاه مذهولا. أشاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى، فأبصر فيه إعجازا وقفت إزاه مذهولا. يصلي الفكر إمعانا ويشهد ذاك صنع الله، فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله.